دي بالنسبه لنا بتسبب لنا مشكله كبيره جدا لان انا طول الوقت وانا بلعب اصلا مريت بالكلام ده وانا لعيب وانا في الجهاز الحكم بيبقى من وجهه نظرك انت او من وجهه نظري وانا في الملعب ببقى متعصب جدا طبعا. فبحس ان الحكم جاي عليا جدا فانا كبني ادم في وقت من الوقت لازم اخرج عن شعوري ده طبيعي بيحصل في كل الملاعب لكن انا في النهايه عمري ما شفت الحكم ده بيحصل له حاجه يعني دي اكتر حاجه بتضايقني في الحكام ان عقوباتهم غير معلنه اذا كانت هناك عقوبات احنا بنشك من كتر ما هي غير معلنه بالعكس ما تعلن ما كلنا ما هو الحكم ده عنصر في منظومه كره القدم ده كلنا بنتعاقب ده قرار ده قرار اتحاد دولي جميل جميل انا ضد حتى قرار اتحاد دولي الحكام لا تعلن عقوباتهم ولكن انت تقدر بطبيعه الحال الحكم ده مثلا قاعد ماتشين ما بيلعبش في الدوري مثلا مش هبقى مركز معاه قوي لكن خد بالك مهم ما هو في خد بالك ما في حكام كتير في افريقيا صوبت ان هم اخذوا رشاوي في مباريات واعلنت والناس اتشطبت وناس اتوقفت سنين ما هو بيحصل في بعض الحالات بس بيحصل دي حاجات يعني حاجات اخلاقيه مش حاجات ماشي انما برضو خد بالك ما هو الحكم برضو بالنسبه لك انت برضو فكره انك تتعامل وانت خد بالك وانت مش في الاهلي او الزمالك بالاخص وانت في نادي تاني اصلا انا اتعاملت مع الحكم وانا في الاهلي وتعاملت مع الحكم وانا بره ايه اللي بيحصل شخصيه الحكم بتتغير بشكل كبير جدا ازاي بقى بتتغير لا بتتغير بلون التيشيرت بشكل كبير جدا مش منهم لكن هي هيبه يعني انت لو الاهلي او زمالك فهيتعامل معاك بشخصيه الحكم بتختلف لا وانت عارف الكلام ده وانا عارف كل مصر عارف الكلام ده وده طبيعي على فكره وبيحصل في العالم وظاهره موجوده لكن في النهايه مش دي قصه القصه احساس اللاعب بقى اللي بيلعب في نادي مش ده احساسه ايه احساسه بالاضطهاد والظلم طول الوقت بالنسبه له هتخرجه عن شعوره مش بدافع لان انا قلت لك هو بيهرج طبعا لكن في النهايه لا الحكام برده محتاجين يفهموا ان في اهداف للناس يعني مهم انها تتحقق يعني عظيم.